أتقولوا لي السؤال راه كاين بعض رغم الإجراءات رغم الحلاوة مزيانة، ولكن حنا غاديين في إطار الاستباقية باش ما يوقعناش انتكاسة أخرى وسميتو ونوقعوا في المحظور. الناس اللي هما عالقين اليوم الحكومة كتدارس هذا الموضوع هذا، لأن خدينا القرار باش نسدو جوج ديال الأسابيع، جوج الأسابيع ما غتستوفى حتى للحد الجاي. كنتدارسوا شنو هما الإمكانيات باش يمكن هاد الناس نلقاو لهم شي وسيلة ويرجعوا على حسب واحد البروتوكول صحي، لأن كل واحد في المنطقة ديالو، كاين اللي هو في منطقة وبائية خطيرة، كاين اللي هو في منطقة وبائية ماشي خطيرة، لو الحكومة غادي تقدم واحد البروتوكول اللي خص كلشي ينخرط فيه باش نحافظوا على المكتسبات وما يوقعناش انتكاسة أخرى اللي نقدروا نندموا عليها في داخل بلادنا.